بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التافهة والتسوس، عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه المسألة من مسائل الجاهلية، وهي عظمة الدنيا في نفوس أهل الجاهلية، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وإنما همهم الدنيا ومتاعها، فهي عظيمة في نفوسهم. ولذلك استغربوا أن تكون الرسالة في رجل فقير ويتيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الرسالة إنما تكون في الأغنياء وذوي الشأن عندهم. وقالوا، أي كفار قريش، لولا، أي هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مكة أو الطائف، عظيم، يعني له شان عند الناس وعنده غنى وثروة. أما أن تنزل الرسالة على محمد وهو فقير ويتيم، فهذا شيء عندهم شيء غير لائق. ولم يعلموا أن الرسالة اصطفى واختيار، يختار الله لها من يصلح لها من عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو لا يختار إلا من هو أهل لأداء الرسالة. ولذلك اختار محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه أهل للقيام بها. وأيضاً لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب والله يحكم لا معقب لحكم. فمن أدب العبيد أن يتأدبوا مع الرب سبحانه وتعالى، وأن لا يعترض عليه أو يقترح عليه، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بمن يصلح للرسالة، وكذلك هو أعلم بمن يصلح للهداية. قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا يضع الرسالة إلا في من يستحقها، ولا يضع الهداية إلا في من هو أهل لها. أما الدنيا فإن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، وليست الدنيا مقياساً يعرف به الرجال، لأن الدنيا فتنة يمتحن الله بها من يشاء من عباده، وليس العطاء من الدنيا دليلاً على محبة الله للشخص، قد يعطيه ابتلاءً وامتحاناً واستدراجاً. أما الإيمان والدين فإنه لا يعطيه إلا من يحب، والرسالة من باب أولى، لا يعطيها إلا أهله الذين يختارهم سبحانه وتعالى حسب علمه حكمته. فهو سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه في حكمه وفي أفعاله جل وعلا، لأنه الحكيم العليم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يعني يختار. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فالذي يقترح على الله أو يعترض على الله جل وعلا، هذا فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، كما في هذه الآية، وقالوا لولا نزل، يقترحون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي الطائف أو مكة، عظيم، يقصدون بذلك الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة بن مسعود أو غيره من الطائف، هذا الذي يقترحونه. فكل من اعترض على الله في أفعاله فإنه يكون فيه خصلة من انفصال أهل الجاهلية. نعم. التحكم على الله كما في الآية السابقة،
المسألة 100 من مسائل الجاهلية التحكم على الله كما في الآية السابقة وقالوا لولا نزل هذا القرآن، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. واجب على المسلم أن يرضى ويسلم بأمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يعترض على الله في أحكامه وفي أفعاله، بل يعظم الله سبحانه وتعالى في كل أموره. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الاقتراحات إنما تكون بين الناس في بعضهم مع بعض، أما بالنسبة إلى الله عز وجل فإنه لا يقترح عليه شيء ولا يعترض على حكمه وفعله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى العبودية، ولأن الله حكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعه، ولا يعلم من يستحق ومن لا يستحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه أنواع المسألة الواحدة بعد 100 من مسائل الجاهلية أنهم يزدرون الفقراء، ومن ذلك أنهم اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من مجلسه إذا جاء أكابر قريش فلا يجلسوا معهم، أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء من حضور مجلسه إذا جاء العظماء من قريش. وقالوا: إذا كنت تريد أن نجلس إليك ونستمع منك فاطرد هؤلاء الفقراء صهيبا وعمارا وبلالا وغيرهم من فقراء المسلمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. أنزل الله هذه الآيات على هذا السبب، وهو أن أكابر قريش اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي مجلسه من الفقراء، وقالوا: لا نجلس مع هؤلاء. فالله جل وعلا منع نبيه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ فكرتهم، وأمره بأن يجلس إلى هؤلاء الفقراء وأن يفسح لهم مجلسه وأن يلاطفهم بالكلام. فالعبرة ليست بالفقر والغنى، العبرة عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان والدين، وهؤلاء أهل دين وأهل إيمان فلا يضرهم أنهم فقراء، وأولئك أهل كفر وأهل طغيان فلا ينفعهم أنهم أغنياء أو أنهم شرفاء عند الناس، لأن الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. من مسائل الجاهلية أيضا، وهي المسألة الثانية بعد 100، أنهم يتهمون المؤمنين بأنهم ما آمنوا إلا لطلب الدنيا، حتى إنهم قالوا هذا للرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا هذا للرسل، أنهم يريدون أن الرسل يريدون الرياسة ويريدون طمع الدنيا، وقالوه في المؤمنين أيضا، إنهم ما آمنوا إلا طمعا في الدنيا من أجل أن يعطيهم محمد مما يأتيه من الأموال. وهذه ظاهرة في ضعاف الإيمان وفي المنافقين إلى يومنا هذا، يرمون المؤمنين بأنهم يريدون مطامع الدنيا، وأنهم ما تدينوا وأنهم ما طلبوا العلم وأنهم إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من الدنيا. فقالوا لموسى عليه السلام: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني موسى وهارون عليه الصلاة والسلام، يعني أن موسى وهارون يطلبون الرئاسة، تكون الكبرياء لكما في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
فالحاصل أن هذه صفة لا تزال في أفهام ضعاف الإيمان وفي أفهام المنافقين، يرمون بها أهل الإخلاص وأهل الدين وطلبة العلم أنهم رجال دنيا وأنهم رجال وظائف وأنهم لا نزال نسمعها إلى الآن. فليس بغريب إذا وجد الآن من ينبذ أهل الدين بأنهم يريدون الوظائف ويريدون الطمع ويريدون الثروة وغير ذلك، فإن هذا قاله قبلهم أهل الجاهلية في أهل الإيمان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة بعد المئة أنهم يكفرون بالملائكة، يجحدون وجودهم. الملائكة عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، يجب الإيمان بهم، والإيمان بهم من أركان الإيمان الست، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. حتى إن اليهود كما ذكر الله تعالى عنهم يتهمون جبريل بالخيانة ويزعمون أنه عدوه، وقالوا لو كان الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير جبريل لاتبعناه، أما أنه ينزل عليه جبريل فنحن لا نتبعه لأنه عدونا. فأنزل الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالواجب الإيمان بالملائكة ومحبتهم لأنهم عباد الله ورسل الله عز وجل، وهم أنصح الخلق لبني آدم، أنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يستغفرون لهم ويدعون لهم ويصلون عليهم، فهم أنصح الخلق لبني آدم. وأيضا هم رسل الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويرسل الله من الملائكة رسلا إلى الأنبياء بالوحي والرسالات، فهم الواسطة بين الله وبين رسله، هم الواسطة بين الله وبين رسله، فلهم من المكانة عند الله والمنزلة عند الله الشيء العظيم، فلا يعاديهم ويكفر بهم إلا من كان في قلبه الزيغ والكفر الغليظ والعياذ بالله. نعم. كذلك من خصال أهل الجاهلية الكفر بالرسل. المشركون الوثنيون لا يؤمنون بالرسل أصلا، لا يؤمنون بأحد من الرسل، هذا الأصل مفقود عندهم، لا يؤمنون بالرسل ولا يقرون برسالة، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ويستنكرون أن يختص الله من بينهم بشرا مثلهم يأتونهم بالرسالة، إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن لفي ضلال وسعر. هذا طريق المشركين، أنهم لا يؤمنون بجميع الرسل. وأما اليهود والنصارى فإنهم يؤمنون بالرسل في الجملة لكن يكفرون ببعضهم، كما كفر اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، كما كفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. وأما المشركون والوثنيون فإنهم لا يقرون برسالة نبي من الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، يعني لم يؤمنوا بواحد من الرسل. نعم. نعم. كذلك ما يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، يجحدون الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر
خيره وشره، لأن هذه خالف فيها كثير من الخلق. فلا يتميز المؤمن الصادق في إيمانه إلا من آمن بهذه الأركان كلها، ومنها الكتب. ولهذا يقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الكتاب يعني جميع الكتب، فعد من أصول الإيمان الإيمان بالكتاب. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فجعل الإيمان بالكتب مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان برسله، والإيمان بملائكته، والإيمان باليوم الآخر. ولا بد من الإيمان بجميع الكتب، فالذي يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعض وكافر بالجميع. لو أقر بجميع الكتب إلا القرآن لم يؤمن به فهو كافر بجميع الكتب. كذلك لو أقر بالقرآن وبجميع الكتب إلا التوراة أو إلا الإنجيل أو إلا الزبور فإنه يكون كافرا بجميع الكتب، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل، لا بد من الإيمان بجميع الملائكة، لا بد من الإيمان بجميع الكتب من غير تفريق. نعم. نعم. السادسة بعد المئة: الإعراض عما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فأهل الجاهلية يعرضون عن الاستماع لما جاء عن الله من الوحي، ولا يستمعون إليه ولا يرفعون به رأس، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عما أنذروا معرضون، معرضون يعني غير مقبلين إليه ولا مستمعين له. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يعرضون عن الاستماع لكتاب الله تكبرا وعنادا، ويتحاذرون من الاستماع، ويحذرون غيرهم من الاستماع لكتاب الله عز وجل. ويشبههم كل من أعرض عن كتاب الله فلم يستمع له، أو أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستمع لها ولم يقبلها، كله يدخل في الإعراض. والإعراض معناه عدم الرغبة، عدم الرغبة بما أنزل الله سبحانه وتعالى. والإعراض يتنوع وبعضه أشد من بعض، فالواجب على المسلم أن يفضي لكتاب الله وأن يستمع لكتاب الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو الواجب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يعرض ويلغو ويستبدل كلام الله باللغو هذا يكون على طريقة أهل الجاهلين، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيره ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقرا بشره بعذاب أليم. فمن الناس من يستبدل القرآن، يشتري يعني يستبدل القرآن بلهو الحديث. ولهو الحديث فسر بأنه الأغاني وآلات اللهو، وفسر بأنه أخبار الأعاجم، أخبار الأعاجم. فهؤلاء بدل أن يستمعوا للقرآن يستمعون إلى الأغاني والمعازف والمزامير، ويستمعون إلى حكايات العجم وخرافاتهم، وفي وقتنا الحاضر أفلامهم ورواياتهم التي يسمونها الروايات والتمثيليات، يقبلون عليها ليلهم ونهارهم ولا يحضرون إلى مجالس الذكر وإلى حلق الذكر، ولا يستمعون للقرآن إذا تلي. بل إن بعضهم
إذا كان عنده المذياع وفتح المذياع ووجد القرآن فيه أغلقه ثم أدرجه إلى الأغاني، تبدل بدلاً يستمع للقرآن يستمع للأغاني والمعازف والمزامير وأغنية فلان وأغنية فلان، أو إلى التمثيليات والمسرحيات والروايات التي هي من مخرقة الكفار وأشباههم، فيمضي ليله ونهاره على هذا القبيل. هذا من الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، جميع المشركين ينكرون البعث، ولهذا تجدون في القرآن آيات كثيرة على إثبات البعث والاستدلال عليه، لأنهم ينكرونه ويستغربون أن الله يعيد هذه الأجسام بعد فنائها. قالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوره. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي بدأكم من عدم وأوجدكم من عدم قادر على أن يعيدكم من باب أول، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أئذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله جل وعلا يعيد الإنسان ولو كان ترابا، يعيده ولو كان ترابا. أليس هو خلق آدم من تراب؟ الله جل وعلا خلق آدم من تراب، فالذي خلق آدم من تراب وهو أبو البشرية أليس قادرا على أن يعيد الأموات وهم تراب؟ يعيدهم من التراب الذي تحلل من أجسامهم. هذا التراب يعيده الله لحما ودما وأجساما كما كان، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا من أمور إنكار البعث واستبعاده واستغرابه من أمور الجاهلية، وهو تعجيز لله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم وأوجدهم من عدم، فكيف يستغربون عليه جل وعلا أن يعيدهم؟ أليس الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله جل وعلا لا يعجزه شيء. الذين ينكرون البعث هؤلاء يعجزون الله سبحانه وتعالى وينكرون قدرته سبحانه وتعالى، لا لشيء إلا لأن عقولهم استغربت هذا الشيء، ويقيسون الله جل وعلا على خلقه، يقيسون الله جل وعلا على خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. نعم، منهم من ينكر البعث كما سبق، ومنهم ما يكذب الرسل، يكذب الله جل وعلا ويكذب رسله. الله جل وعلا أخبر عن البعث، والرسل كلهم أخبروا عن البعث. هؤلاء يكذبون الله جل وعلا ويكذبون رسله، لا لشيء عندهم إلا الاستغراب، وأن عقولهم لا تدرك هذا الشيء، أن عقولهم الكاسدة لا تدرك هذا الشيء. والاعتماد في أمور الآخرة وأمور الغيب ليس هو على العقول والقياسات، وإنما هو على الخبر الصادق، على خبر الله جل وعلا وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. أمور الغيب يعتمد فيها على الخبر الصادق، لا يعتمد فيها على القياسات ولا على العقول ولا على مدارك البشر، وإنما يعتمد على خبر الله. فالذي ينكر البعث مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسله، ومن كذب الله ورسله فإن كفره من أغلظ الكفر والعياذ بالله. نعم. وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهو يعلمون.
يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به عن يوم القيامة وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل يوم القيامة وما يجري فيه من الحساب من البعث والحشر والحساب والميزان والجنة والنار وقبل ذلك كله عذاب القبر أو نعيم القبر وما فيه من العجائب. فيجب الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن اليوم الآخر بداءة من القبر وما فيه ونهاية بدخول الجنة ودخول النار. كل ما يجري في اليوم الآخر يجب الإيمان به على التفصيل. فمن أنكر شيئا مما صح في اليوم الآخر فإنه يكون كافرا بالجميع. الذي ينكر عذاب القبر أو نعيم، الذي ينكر الميزان أو الحساب، أو ينكر صحائف الأعمال، أو ينكر الصراط الذي يمر الناس عليه، أو ينكر الجنة أو النار، أو يؤول ذلك بتأويلات باطلة، فإنه مثل من أنكر الجميع. الواجب الإيمان بتفاصيل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر، وأن لا ينكر شيئا مما صح من أمور يوم القيامة. فلا يكفي أنه يؤمن باليوم الآخر جملة، بل لا بد أن يؤمن بكل ما صح في اليوم الآخر من الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. العاشرة بعد المئة أن أهل الجاهلية يقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل والمعروف من الناس بغضا للحق وبغضا لأهل الحق، لا يكتفون بعداوتهم بل يتجرؤون على قتلهم كما حصل من بني إسرائيل حيث قتلوا بعض الأنبياء، وكما حصل من كفار قريش حينما بيتوا المكر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون، وتم رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم، جلسوا ينتظرون عند الباب ولكن الله أخرجه من بينهم ولم يشعروا به وأنجاه من بينهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكر الله بهم سبحانه وتعالى فأخرج رسوله من بينهم سالما مسلما، وهاجر إلى المدينة على رغم أنوفه، وجعل الله له الأنصار والمؤيدين رغم أنوفه، وأظهر الله دينه ونصر رسوله رغم أنوفه. وكذلك ما فعل اليهود مع عيسى عليه السلام، وأنهم أرادوا قتله واجتمعوا لقتله، بل دخلوا عليه لقتله، دخلوا عليه لقتله فرفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على رجل جاء يدلهم على مكانه، فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه يظنونه عيسى عليه السلام. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فنجى الله عيسى عليه الصلاة والسلام من بينهم ورفعه إليه ولم يصلوا إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وأيضا الذين يقتلون أهل الحسبة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم من الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الآية متناولة لكل من قتل محتسبا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلى يوم القيامة من اليهود وغيرهم. نعم. الحادية عشرة أنهم يؤمنون بالجبت، والجبت هو السحر، الجبت هو السحر أو الشيطان أو رنة الشيطان. الحاصل أنه كل باطل، كل باطل من السحر ومن الشيطان ومن صوت الشيطان. أهل الجاهلية يؤمنون بالجبت والطاغوت، كما قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت في هذه الآية قيل هو كعب
ابن الأشرف اليهودي، وذلك أنه لما حصل النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر اغتاظ اليهود من ذلك وأرادوا الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة من أكابرهم إلى أهل مكة يسألونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، يسألونهم عن محمد هل هو على حق ولا على باطل، ويسألونهم عن شأن قريش أيضا، فقالوا إن محمد رجل عاب آلهتنا وقطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج وإلى آخر، وأما نحن فنحن نطعم الحجيج ونحن أهل السقاية والرفادة ونذبح الكوم إلى آخره، يمدحون أنفسهم، فأينا، يقول كفار قريش لليهود، أينا أهدى؟ نحن هذه صفاتنا، نطعم الفقراء والمساكين ونخدم البيت العتيق ونكرم الحجيج، وهذا رجل خالفنا وعاب آلهتنا وقطع أرحامنا، أينا أهدى؟ نحن أو هو؟ فقال أولئك النفر من اليهود أنتم أهدى، أنتم أهدى من محمد، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن الهوى والحسد حملهم على أن جحدوا الحق. فأنزل الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وأهل الجاهلية كما سبق أنها تتناول الوثنيين وتتناول الكتابيين، تتناول الأميين وتتناول الكتابيين، ما نفعهم أنهم أهل الكتاب، صاروا من أهل الجاهلية. فالذي لا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله يكون من أهل الجاهلية، وإن كان عالما، وإن كان عالما بشرع الله وحافظا لكتاب الله وسنة رسوله، إذا كان لا يعمل بها ويعتقد خلافها فهو من أهل الجاهلية. ومن ذلك اليهود يعلمون التوراة والإنجيل ويعلمون صحة رسالة محمد وآداته، ووصل بهم الأمر إلى أن فضلوا دين المشركين على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عام لكل من سلك هذا المسلك وحمله الكبر والحسد على بغض الحق وبغض أهله ومدح الباطل ونصرة أهله إلى يوم القيامة. نعم. مثل ما في المسألة التي قبلها، التي قبلها يؤمنون بالجد والطاغوت، أظهروا الموافقة حتى ولو كانوا في قلوبهم مخالفين، ما داموا أظهروا هذا صاروا مؤمنين به، ولو كانت قلوبهم بخلافه، لكن لما أظهروا هذا وقالوه ونطقوا به والعياذ بالله صاروا يؤمنون بالجد والطاغوت ولو كان في الظاهر فقط. لا يجوز للإنسان أن يوافق الكفار ولا بالقول، ما يجوز له يوافق الكفار ويدم الإسلام ويمدح الكفر ولو كان باللسان فقط، إلا في قضية واحدة وهي قضية الإكراه، إذا أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الإنسان المختار فإذا ناصر الباطل ومدح الباطل وذم الحق حتى ولو كان في قلبه غير موافق فإنه يكون كافر، يكون كافرا بالله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، سمها فعلهم هذا وموافقتهم في الظاهر سمها إيمانا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والمسألة الثانية أنهم فضلوا والعياذ بالله فضلوا الكفر على الإيمان، فضلوا ما عليه كفار قريش وعبدة الأصنام، عبدة اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، فضلوه على دين محمد ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر الله المسألتين، المسألة الأولى يؤمنون بالجد والطاغوت وهذا الموافقة في الظاهر
والمسألة الثانية ويقولون للذين كفروا وهم كفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه مسألتان في هذه الآية، الموافقة في الظاهر والنطق باللسان. نعم. نعم، هذه كثيرة من لبس الحق بالباطل، خلط. اللبس معناه الخلط، فإذا أرادوا ترويج الباطل خلطوا معه شيء من الحق من أجل أن يخدعوا الناس ويلبسوا على الناس، لأنهم لو جاءوا بالباطل مكشوفا ما قبله أحد، ولكن يجعلون معه أو يسترونه بشيء من الحق حتى يروج على الأغرار والطغام. وهذه طريقة المضلين إلى أن تقوم الساعة، أنهم يخلطون الحق مع الباطل، يستدلون بشيء من القرآن بشيء من السنة ويجعلون معها الباطل ويخلطونه معها من أجل أن يروج باطلهم. هذه طريقة المضلين، سواء في الكلام أو في المؤلفات أو في الكتابات، حتى يروج باطلهم على الناس. فهم يستدلون بشيء من القرآن أو بشيء من السنة، لا حبا في القرآن ولا حبا في السنة، وإنما يريدون بذلك ترويج باطلهم. وإذا تأملت كتب هؤلاء وكتاباتهم ومقالاتهم وجدتها مليئة من هذا النوع من لبس الحق بالباطل. هذه طريقة جاهلية مستمرة في الناس، لبس الحق بالباطل. نعم. فمثلا من لبس الحق بالباطل، من لبس الحق بالباطل الذين يروجون لبدعة إحياء المولد كل سنة، يلبسون ذلك بأن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون إحياء سنته، تذكير الناس بحقوقه صلى الله عليه وسلم، تذكير الناس ببعثته وولادته. هذه في ظاهرها حق، لكنهم يريدون ترويج البدعة، يريدون ترويج هذه البدعة وأن تتأصل في نفوس الناس. هذا من لبس الحق بالباطل. فالإنسان البصير يقلب دعواهم عليه، فيقولون إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع والمحدثات وحذر منها. هذا المولد الذي تعملونه هل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت بقوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت من سنة الخلفاء الراشدين؟ هل ثبت من فعل القرون المفضلة؟ فلا بد أن يعترفوا ويقولوا لا، لا هو من سنة الرسول، ولا هو من سنة الخلفاء الراشدين، ولا هو من عمل القرون المفضلة. فنقول ما دام كذلك فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض هذه البدعة، الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يرفض هذه البدعة، والذي يقيمها هذا كاذب في دعواه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه، والرسول حذر من البدع ونهى عنها وهذه بدعة، فكيف تدعي محبته وأنت تخالفه وترتكب ما نهاك عنه؟ هذا عكس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العوام والناس اللي ما عندهم بصيرة ينخدعون بهذه المظاهر، محبة الرسول، إحياء ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يقولون، لكن أهل البصيرة يقلبون هذه الحجة عليهم. نعم. نعم، كتمان الحق مع العلم به، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله سبحانه وتعالى لما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وحصل ما حصل من معارضة اليهود، الله جل وعلا أخبر أن فعلهم هذا وتمنعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراضهم على تحويل القبلة إنما هو من قبيل جحود الحق وكتمان الحق، وإلا هم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قبلته الكعبة، يعلمون هذا بما عندهم التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته أكثر مما يعرفونه أو مثل ما يعرفونه من أبنائه. وهذا شامل لكل من كتم الحق، وكتمان الحق كبيرة خطيرة على الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد من بيان الحق ولا سيما عند الحاجة إليه، وأما كتمانه من أجل طمع الدنيا أو من أجل إرضاء الناس أو مجاراة الناس هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، والله لعن من كتم الحق كما في هذه الآية عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإنما يجوز كتمان شيء من العلم إذا كان في كتمانه مصلحة، إذا كان في كتمانه مصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله، قال لا أفلا أخبر الناس يا رسول الله، قال لا تخبرهم فيتكل. فإذا كان يترتب على إخبار الناس ببعض مسائل العلم ترتب عليها مضرة أكثر فإنهم لا يخبرون بذلك. إذا ترتب على إخبارهم أنهم يعتمدون على الرجاء ويتساهلون في أمور المعاصي وأمور المخالفات ويعتمدون على رجاء الرحمة إنهم لا يخبرون بذلك من أجل المصلحة الراجحة. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ألا تحدث الناس بشيء لا تسعه عقولهم، وإنما تعلمهم شيئا فشيئا وتفقههم شيئا فشيئا حتى يتمكن العلم من قلوبهم ويتسع مداركهم. أما أنك تأتيهم بشيء تضعف مداركهم وعقولهم عنه فهذا يترتب عليه نفسه. فكتمان العلم من أجل مصلحة أرجح لا بأس، أما كتمان العلم من أجل طمع الدنيا أو من أجل مدارات الناس ومجاراتهم على ما هم عليه فهذا كبيرة خطيرة من كبائر الذنوب. وهذه طريقة أهل الجاهلية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. هذه المشكلة، القول على الله بلا علم، كون الإنسان يتدخل في أمور الشرع وأمور الحلال والحرام والفتوى أو التدريس والتعليم وهو غير مؤهل أو يحكم على الأشياء من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله، يحكم عليها بالحل أو الحرمة من غير دليل،
وإنما بمجرد ما ينقدح في ذهنه أو في فكره فهذا من أخطر الأمور، وهذا أعظم من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه: ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالواجب على المسلم أن يتوقف عما ليس عنده به علم من كتاب الله وسنة رسوله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه شيء من الوحي يتوقف عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي. وكذلك أهل العلم الراسخون في العلم ما يقدمون على الكلام في الأحكام الشرعية إلا إذا كان عندهم علم يعتمدون عليه من كتاب الله وسنة رسوله، وما لم يكن عندهم فيه علم يتوقفون، إما أن يسندوا السؤال إلى غيرهم ويدفع السؤال إلى غيرهم ممن هو أعلم منهم، وإما أن يتوقفوا. أما أن يتدخلوا ويغامروا ويحللوا ويحرموا بدون علم فهذه طريقة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كما تعلمون ما ذكره الله عنهم في سورة المائدة وسورة الأنعام من دخولهم في الحلال والحرام، تحريمهم بعض ما أحل الله وتحليلهم بعض ما حرم الله في أمور البهائم وبهيمة الأنعام، يحرمون بعضها ويحلون بعضها ويستحلون الميتة يأكلون الميتة ويجادلون فيها، هذا من القول على الله بلا علم. وكذلك كل من أفتى بغير علم فإنه يدخل في هذه القضية الخطيرة. الإنسان في سلامة وفي عافية ما يتدخل في الأمور أمور الشرع، لأنه يحكي عن الله عز وجل أنه حل هذا أو حرم هذا. فالواجب على المسلم أن يقف عند حد وأن لا يدخل في شيء إلا وعنده دليل واضح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يكن عنده دليل فإنه يتوقف عنه براءة لذمته وأيضا حماية للآخرين من الوقوع، قد يفتيهم ويحلل لهم حراما أو يحرم عليهم حلالا فيوقعهم في الخطر والمحذور ويقول على الله من غير علم إن الله أحل هذا أو حرم هذا. المسألة خطيرة جدا، قد تساهل كثير من المتعالمين في وقتنا هذا، تساهلوا في هذه الأمور وادعوا لأنفسهم العلم فصاروا يؤلفون ويفتون ويتكلمون في أحكام الله عز وجل على غير ويلقي بنفسه في هذه المهلكة ويوقع غيره من الناس. المسألة لا تتوقف عليه هو، بل يدخل معه كثيرا ممن يفتيهم في هذه الأمور من غير علم. والله جل وعلا حذر من هذا في كثير من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. حصلت قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سرية من السرايا كان معهم رجل أصابته شجة، حجر في أصابه برأسه صار فيه شجة، واحتلم من الليل وجب عليه الاغتسال، فأشكل عليه هل يغتسل وفي هذه الشجة يدخلها الماء ويتضرر أم ماذا يعمل، فسألهم فأفتوه بأن يغتسل، اغتسل الرجل ودخل الماء في شجته ومات.
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وهي الدخول في مسائل العلم ولا سيما في أمور العقيدة وأمور الحلال والحرام وأمور العلم عامة، دخول فيها لا يجوز إلا بعلم، لا يجوز إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لو كان عند الإنسان علم فإنه ما دام فيه من هو أفقه منه وأعلم منه يدفع المسألة إليه. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى فيما بينهم ولا يقدمون عليها إلا عند الضرورة لعلمهم ما فيها من الخطر. واليوم كثير من الناس يتراكضون على الفتوى ويتبادرون إلى الفتوى، وإذا صار ما أفكارهم شيء راحوا يحرفون في الكتب، يبحثون عن الرخص والأقوال الشاذة ويخرجونها للناس، هذا قول فلان وهذا قول فلان، يشوشون على الناس، يفتحون لهم أبواب التساهل. هذه مسألة خطيرة جدا، الواجب على طلبة العلم تنبه لها. نعم. الفقه شيء واحد، الحلال والحرام والأحكام الشرعية كلها سواء، لا يجوز الإنسان أن يدخل فيها إلا بعلم، إلا بعلم. والاجتهاد له شروط كما ذكر أهل العلم، لا بد أن تتوفر في المجتهد. أولاً أن يكون عالماً بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً أن يكون عالماً باللغة العربية التي نزل بها القرآن، عالماً بها وباشتقاقاتها وبمعانيها وفقهها. ثالثاً أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ويكون عالما بهذه التفاصيل، لا بد من هذه الأمور. وأما طالب العلم الذي ليست عنده هذه الشروط فإنه ينظر في كلام أهل العلم، في كلام الأئمة الموثوقين، ينظر وينظر في أدلتها، ينظر في كل قول ومستنده ودليله، فما ترجح عنده بالدليل أخذ به وأكتاب، ما يأخذ على أنه قول فلان مطلقا، وإنما ينظر في دليله ومستنده، وينظر في القول الآخر وفي دليله ومستنده، ثم يرجح بين القولين. هذا يسمى مجتهد الفتوى، مجتهد الفتوى هو الذي يرجح بين الأقوال بأدلتها إذا كان عنده أهلية للترجيح ومعرفة الدليل والإلمام بكلام أهل العلم في المسألة. المرتبة الثالثة الإنسان الذي ليست عنده هذه الأهلية، ما يعرف يرجح ولا يعرف، هذا عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم الذين هم أفقه منه
وأدرى منه بهذه الأمور. نعم. هذه مسألة وضح فيها الكلام واتضح من كثرة ما يلقى فيها. لا شك أن الواجب الحكم بما أنزل الله وأنه فرض لا خيار فيه، يجب. الله جل وعلا يقول لرسوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وحكم على من لم يحكم بما أنزل الله لأنهم الكافرون وأنهم الظالمون وأنهم الفاسقون، حكم عليهم سبحانه بالكفر والظلم والفسق. وكذلك التحاكم هذا في الحكام، وكذلك في المتحاكمين، الواجب على المتحاكمين أن يرجعوا إلى شرع الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والواجب تحكيم شرع الله ليس في المنازعات فقط كما يظن بعض الناس، ليس في المنازعات بل في العقائد وفي سائر الأمور سائر التصرفات. وأن يحكم الإنسان شرع الله في نفسه أولا، يحكم الإنسان شرع الله في نفسه وفي تصرفاته هو أولا، ثم يحكم شرع الله في كل شيء. وتحكيم شرع الله في أمور العقائد أولى وأهم وأعظم من تحكيمه في أمور المنازعات والخصومات بين الناس. الواجب تحكيم شرع الله في كل شيء، تحكيم شرع الله في أقوال الفقهاء وأهل العلم يحكم بشرع الله فيها، ما يأخذها على أنها أقوال فقهاء وأنها أقوال علماء بل يحكم فيها الشرع، فما وجد له دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله أخذ به، وما وجده مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله تركه وإن كان قول فلان والإمام الفلان. هذا كله من تحكيم شرع. الواجب على الفقيه وطالب العلم أن يحكم شرع الله، والواجب على الحاكم أن يحكم شرع الله، والواجب على المتنازعين والمتخاصمين أن يحكموا شرع الله في خصوماتهم وفيما بينهم. وأما مسألة التفصيل في الحاكم بغير ما أنزل الله، هو على كل حال يكفر، على كل حال يكفر، لكن هل كفره يكون ناقلا عن الملة ومن الكفر الأكبر أو يكون كفرا أصغر؟ العلماء يقولون إن كان يرى أن حكم غير الله أولى وأحسن للناس فهذا كفر باتفاق المسلمين، أو يرى أن حكم الله وحكم غيره على حد سواء وأنه مخير، إن شاء حكم بالشرع أو حكم بغيره من القوانين فهذا كافر بالإجماع. الذي يرى أنه مخير بين الحكم بالقرآن أو الحكم بالقوانين هذا كافر بإجماع المسلمين. أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب ويعتقد أنه مخالف لحكم الله وأنه مخطي فهذا يعتبر كافراً الكفر الأصغر، كافراً الكفر الأصغر الكفر العملي. هذا التفصيل الذي ذكروه. نعم. Thank you.
فلم تقتضي الحاجة إلى فعله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل بعد ذلك فهو بدعة. ومنها حكم على الحقوق المطلوبة للتجارة في المساجد أنها بدعة، لأن الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت داعية إليها ولم تفعل. فما رأى الفضيلة؟ هذا من التشدد ولا ينطبق على الخطوط في السجاد أو في الأرض أنه بدعة، هذا من الأمور العادية من أمور العادات، لكن قد تكون قد تقول إن هذا من التكلف، إن هذا من التكلف فينبغي تركه لأنه تكلف ما أمرنا به، أما أن يحكم بأنه بدعة هذا من المجازفة، لكن تقول إن هذا من التكلف ولا داعي له، والمصلون يتجهون إلى القبلة بدون هذه الأمور، نعم بدون هذه الخطوط يتجهون إلى القبلة، القبلة معروفة اتجاهها معروف، محراب في المسجد يكفي، المحراب في المسجد يكفي لأنه علامة على القبلة، يتجهون إلى اتجاه المحراب اتجاه الإمام، نعم ولا حاجة إلى الخطوط، نعم. لا ينكرون البعث، اليهود والنصارى لا ينكرون البعث، يؤمنون بالبعث، وإنما ينكر البعث الوثنيون والمشركون والدهريون والذين ينكرون البعث، نعم. الشيخ الله بعض الناس لا يفكر اليهود والنصارى ويقول المشركون معنا في الإيمان بالله وغير ذلك من القواعد الكلية ولا يطلق عليهم إنهم كفار، فلو أخذ الجواب الصحيح في هذه المسألة. هذه ما تحتاج جواب، هذه كلام باطل، الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الله كفر، وهم الآن يقولون المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالثه، يقولون هذا ويصرحونه ويسمونه الرب والمخلص إلى آخره، ما تحولوا عن هذه العقيدة، الله كفره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهم لا يزالون على هذه العقيدة يتخذون القبور مساجد، فالذي لا يكفرهم وهو يعلم هذه القضايا يكون كافرا مثله، الذي يزعم أنهم مؤمنون وأنهم هم المسلمين على حد سواء كل منهم يؤمنون بالله هذا يكون كافرا مثله، إلا إذا كان جاهلا فهذا يعلم ويبين له، فإن أصر إنه يكون كافرا، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر مثله، هذه قاعدة، من لا يكفر الكافر فهو كافر مثله، لأنه أجاز الكفر، لأنه أجاز الكفر، أجاز مقالة النصارى المسيح ابن الله أو ثالث ثلاث، وأجاز عبادة القبور التي عند اليهود والنصارى، وأجاز وأجاز، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. المصلي والمسلم على الملائكة. طيب اليهود والنصارى يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اليهود والنصارى يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يؤمنون بالقرآن؟ هل من أنكر رسالة محمد وأنكر القرآن يكون مؤمنا؟ لا والله لا يكون مؤمنا، نعم. نعم نصلي ونسلم عليهم لأنهم عباد الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، نعم. إذا في تفسير الحديث إنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، فكيف يجمع بينه وبين الأصل أن المؤمن على صراط مستقيم لا يميل عن ذلك؟ ما فيه تعارض، ما فيه تعارض حتى يجمع، الحنيف مائل من أصله وفطرته، مائل عن الشرك إلى التوحيد من أصله وفطرته، نعم. وإذا الشيخ رحمه الله فهنا يقول
لا بأس بالاحتفاظ بصور الأبنان في الذكرى، فبما لا أرد عليهم ردا جيدا، خاصة إذا كان رئيسا فيه بالعمل ويحذر من تنفيذ الصور. احنا ما لسنا متعبدين بقول فلان ولا علان، نحن متعبدون بالدليل من الكتاب والسنة. دليل من الكتاب والسنة يحرم الصور عموما. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وأن من صور صورة في الدنيا فإنه يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صورة دون صورة، ولم يستثني طريقة دون طريقة. تصوير محرم سواء كان بالرسم أو بالنحت والتمثال أو بالآلة الفوتوغرافية أو غير ذلك، كله داخل في عموم الصور والمصورين. فمن خصص شيئا من الصور وقال إنه مباح فعليه الدليل. الأدلة لا تخصص بقول فلان ولا قول العالم الفلاني، وإنما تخصص بالدليل. نحن نطالبهم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله على استثناء شيء من الصور. لكن العلماء رخصوا للضرورة بالتصوير لأجل حفيظة النفوس أو بطاقة الشخصية أو جواز السفر، هذه الأمور رخصوا فيها للضرورة، لأن الإنسان لا يحصل على مصالحه إلا بها. فلو لم يصور لحرم من قيادة السيارة، حرم من السفر، حرم حتى من الدراسة، هذه ضرورة. أما الصور للذكريات والصور للمشاهد وغير ذلك، كل هذا حرام داخل في العموم، لا يخصصه شيء، إنما خصص بالضرورة هذه الأشياء. قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، هي ضرورة. وأما الفلسفات والأقوال هذه لا نلتفت إليها إلا إذا قام عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا من الإعراض. اللي يقول ما أنا مستمع للقرآن ولا للسنة، أخاف يتبين لي أني على شيء من الضلال ومن الخطر، هذا هو نفس الإعراض. الواجب على المسلم أنه يستمع لكتاب الله وسنة رسوله، وأن يتبع ما تبين له الحق، يتبع ويترك ما هو عليه من المخالفات. أما أنه يقول أنا أبقى على ما أنا عليه ولا أستمع إلى شيء حتى ما تقوم عليه الحجة، الحجة قائمة عليك منذ بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أغمضت عينك عنها وأصممت سمعك أو لا، الحجة قائمة عليك شئت أم أبيت، لأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على الجميع. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.